بكره التدريب الاخير لنادي الزمالك قبل السفر الاسكندريه، وكارتيرون في التمرين هيحدد اذا كان هياخد معاه مدافعه محمد عبد الغني من عدمه، سواء باستمراره في القاهره او التاهيل يستكمل البرنامج العلاجي بتاعه، او هياخده معاه في الاسكندريه يستكمل هناك البرنامج العلاجي بتاعه. الجهاز الفني للزمالك ايضا قرر انه يستمر في معسكر الفريق في اسكندريه حتى بعد انتهاء مباراته اللي جايه مع الاتحاد السكندري، لان بعدها هيواجه المصري برضه في اسكندريه. فخلاص احنا بدل ما نرجع ونسافر يومين ثلاثه، لا نخلي المعسكر هناك، ودي حاجه كويسه جدا. محمد أنجم لاعب نادي الزمالك اثبتت الاشاعه معاناته من يعني جزع في رباط الركبة، واللاعب بدأ طبعا تدريباته التأهيلية وعامل جلسات في الفترة اللي فاتت، وإن شاء الله يعني الفترة دي الزمالك يحاول إن هو يريح لعيبته، لازم يريح لعيبته، لازم في لعيبة معينة لازم تريح، بن شرقي لازم يريح، طارق حامد لازم يريح، محمود علاء لازم يريح، اللعيبة اللي هي فرجاني ساسي لازم، أوباما ماشي، لكن في لعيبة لازم تاخد نفسها، لأن الزمالك عنده مهمة قوية جدا في دوري أبطال أفريقيا، وطبعا دي فرصة كبيرة لأن الدوري بعيد. خلاص خلينا واضحين، الدوري بعيد، فلازم كمان تعمل بدايل، يعني أنت تيجي لا قدر الله حصل حاجة في خط الوسط لازم يبقى محمد حسن جاهز، يعني محمد حسن لازم يكون جاهز في الفترة دي بشكل كويس جدا، عبد الغني لازم يكون جاهز بشكل كويس جدا، حازم إمام ياخد وقته، أحمد عيد يشارك لحد ما حازم إمام يتعافى، لأن كان في أوقات كتير جدا حازم إمام كان بيلعب وهو مصاب، وبصراحة يستاهل كل التحية أيضا. حازم إمام ما بيشتكيش وبيلعب ومفيد جدا للفرقة ومؤثر بشكل كبير في الجهة اليمنى بعد غياب طبعا النجاز، والكل قال لك الجهة اليمنى دي خلاص وقعت في نادي الزمالك، لكن حازم إمام كان موجود وما بينش أي ثغرة أو ديفو في الجهة اليمنى لنادي الزمالك.